يحتفل مركز الشيخ محمد إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث بذكرى تأسيسه 20، وذلك على مدى 3 أيام في 12، 13، و14 من يناير الجاري، بحضور لافت لأهل الثقافة القادمين إلى مدينة المحرق من مختلف أنحاء العالم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث. معالي الشيخ أمي، مرحبا بك في نشرة الأخبار، ونبارك لكم هذه المناسبة العزيزة. ماذا يعني لكم مرور عقدين من الزمن على تأسيس مركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث الأهلية؟ الشكر لك والشكر لتلفزيون البحرين لجميل متابعته لأنشطة المركز والأنشطة الثقافية الأهلية في مملكة البحرين. هذه المناسبة عزيزة علينا، عقدين من الزمان لتأسيس هذا المركز الذي تفرعت عن بيوت أخرى تقوم بنفس المهمة، المحافظة على التراث الوطني ونشر الوعي والثقافة وتقديم فرص لورش العمل والمعارض الفنية واستضافات قامات أدبية زارتنا على مدى هذه السنوات وقدمت الكثير. نتعلم ممن وصلوا إلينا ونشاركهم التجربة ونحتفل معهم اليوم بعيد المركز في عيده 20. هذه المناسبة طبعا عزيزة علينا وعزيزة على من جاءوا من مختلف البلدان، من كل مكان، من الوطن العربي، من مصر، من لبنان، من تونس، كثير من الأسماء قصدت البحرين لهذه المناسبة. وأيضا هناك مجموعة من المهتمين بالتراث الإنساني العالمي، الصندوق العالمي للآثار مقرهم في نيويورك، أيضا جاءوا ليحتفلوا معنا بهذه المناسبة. سعيدة أن يكون هذا الجمع كله في هذه المملكة الغنية بتراثها، بحضارتها، بأجمل ما يميز هويتها. وسعيدة أن يكون لهذا المركز دور تنميري يؤدي المهمة التي قام بها مجلس الشيخ إبراهيم قبل أكثر من 100 عام. نعم، كيف تصفين معاليك أبرز المحطات التي مر بها المركز خلال السنوات التي مضت، خاصة وأن 28 مشروعا وبيتا متفرعا عن المركز أبصرت النور منذ تأسيسه؟ الانتقال من مدينة المحرق إلى المنامة مع بيت الشاعر إبراهيم العريض، ثم من بعده ذاكرة المنامة بيت التاجر محمد خلف، وعودة إلى بيت الشعر أو بيت الشاعر كبير غازي القصيبي في حي الفاضل الذي أصبح مقصدا لزوار البحرين. كل هذه المحطات تعني الكثير وتعني امتداد هذا النور وهذه الإضاءات في كل موقع. حتى في قرى البحرين هناك مكتب للطفل، دائما الطفل توجه إليه بالتعليم وبالتدريب وبالإرشاد. مكتبة المحرق تعفر عنها مكتبة إقرأ في المحرق، تكررت في المالكية، ونسعى لتدشين محطة أخرى في المنامة، ونتمنى أن نمتد إلى مناطق في بحرين من القالية. نعم معالي الشيخة مي، هل من كلمة أخيرة تحبين توجيهها معاليك بهذه المناسبة؟ في هذه المناسبة الجميلة أجدد شكري وخالص وعميق امتناني لجلالة الملك المفدر الراعي الأول للثقافة في مملكة البحرين، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، والأميرة سبيكة قرينة جلالة الملك، وللداعمين الذين قدموا دعمهم ومساعدتهم على مدى سنوات لكي يزهر هذا المركز ببيوت جديدة وبأنشطة مختلفة. فتحية من القلب للداعمين وأيضا للمريدين من يترددون على هذا المركز. في كل أمسية كل اثنين هناك موعد لنا مع أمسية موسيقية أو محاضرة ثقافية تعرض فني على الدوام. هناك نشاط متقد لم يهدأ ودائما نسعى إلى الأجمل. نعم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نبارك لكم مرة أخرى هذه الاحتفالية العريقة، وبمزيد تمنياتنا لكم بمزيد من النجاحات في قادم الأيام. معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.